هذه المقولة التي سئل عنها وهي دهر دائم وعالم قائم وأرحام تدفع وأرض تبلع، هذا قول من ينكر أن الله يتصرف في الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا هو حال من قال كما ذكر عز وجل عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فنعوذ بالله من الضلال والكفر.